بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد السلطة تجيب العيشة مغذية للوليدات ولينا حنا الكبار، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. كما تشوفوا معايا البنات، عندي هنايا واحد 3 البطاطات قطعتهم صغار، وسلقت بشوية ديال الملحة والماء. ملي تسلقوا ليا درت لهم الماء بارد باش شدوا فروسهم. عندي الخس، عندي هنايا المايونيز اللي كنا حضرنا، تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. عندي مطيشه سوغيز، كيف ممكن ديروا مطيشه العاديه، تحيدوا لها غير الزريعه وتخليوها في قشورها وتقطعوها شرائح ولا على حسب الطوق اللي بغيتوه مربعات. عندي الذره، عندي واحد الحك غسلت صوص فايتو قطيتو. عندي الطون ديال الزيت كما تشوفوا. عندي واحد الخياره كبيره قطعتها حتى هي انصاف. وعندي تما كما تشوفوا لا سيبوليت ولا داك الثوم القصبي اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. عندي واحد الجبيضات هنايا سلقتهم، واحد خيزويه متوسطه حكيتها طولي، وشويه ديال الزيتون والباربا والملح والبزار باش غنسمو هاد السلطه ديالنا، وشويه ديال عصير ديال الحامض، الخل ديال الحامض كما تشوفوا. خديت هذيك البطاطا اللي مقطعه مربعات كما تشوفوا معايا، دابا غندير عليها داك الثوم القصابي قطعو كما قلت لكم اختياري على حسب الذوق. كيف ممكن ديروا بصله قطع رقيقه باش تعطي نسمه زوينه، ونغيروا شويه. غنضيف على المايونيز كما تشوفوا، راه صوبتو البارح عاقد، غتلقاو في صندوق الوصف الرابط ديالو. شويه ديال الابزار، حيت مدرناش فيه الابزار، والملح غندير غير شويه تنحرك وندوق. شي ديال الخل ما نقويوش، ندير واحد شويه ديال الطوم بالزيت ديالو ها شويه. السلطه راه مغذيه، تقدروا ديروها تكا وجبه غدا ولا عشاء. شويه ديال الذره، هاد العناصر تحركو وندوقو على الملحه ولا الحامض. بغينا نديرو الخل ولا الحامض ولا لا، ممكن ديرو الرز بلاصة البطاطا ولا الشعريه. معايا البنات خديت واحد الطبسيل فرشت فيه الخس، دابا غنديرو عليه ديك البطيطه. غنضقت على الملحه، زدت واحد شويه ديال الملحه غنفرشوها. وبالنسبه للبطاطا وداك هاد العناصر اللي قلت لكم كاملين، راه على حسب افراد العائله، بغيتو تكثروا تقلوا راجع ليكم. قدو بالنسبه للتزيين، راه انا غندير اقتراح وانتم راه تبارك الله عليكم قادين ديروا احسن من هذا الشيء. انا كنقترح عليكم ديال الخيار، خياره واحده كبيره راه كافيه. شويه الخضره في الوليدات، الجسم ضروري خصو شويه ديال الخضروات.
غنضيف هاد مطيشه سوغيز اللي صغيره راه غنديرها صاينه، واللي كبيره غنقسمها. عشوائي داكشي وتيجي منظر زوين بشكل. غندير خيزو، كيما شفتو تندير الزيتون، ممكن ديرو حتى الخضر، ديرو مقطع ولا هاكا بالعظم. بالنسبة للبربر راك عارفين تعطي اللون، انا غنديرها شوية في الجنابات. هانتوما البنات المايونيز، نضيفو في هاد البسلات صغيورين باش تشوفوا عاقد. زينوا بيه السلطه ديالنا. بغيت كما تشوفوا نضيف داك المايونيز وسط اللي بغا يزيدو. بالصحة والراحة. ها السلطة ديالنا وجدات، كيما تتشوفو معايا جات رائعة. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش البنات ديروا ليا اشتراك واعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصفة واحدة أخرى إن شاء الله.